هذا وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج. وأوضحت الوزارة أن عدد الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية عبر المنافذ الصحية بلغ أكثر من 1,600,000 حاج، فيما تخطى التزام الحجاج باللقاحات الوقائية حاجز 90%. وشددت الوزارة على أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، مشيرة إلى أنها أجرت 187 عملية قسطرة قلبية و10 عمليات قلب مفتوح، كما أجرت 1,280 حالة غسيل كلوي، إضافة إلى عدد من الإجراءات الطبية المتوسطة والخفيفة، وتم تسجيل 9 حالات ولادة.